اخوتي مرحبا بكم، انا انس هولندو في فيديو جديد. راح نشوف اليوم اسعار اللوز الغذائيه هنا في جومبو وهنا في هولندا. دونك نبداو بالبيض. هذه راح يدير لوخ، هذه فيها 12 اللي ما فيهاش الكري تاعها، كاين هذه فيها 10 دير 4.58. هذه ما فيها 6 دير 2.47. بعد ما نقص لا كونتيتي كما كان كري سي لوجيك. هذه هنا فيها 18 دير 4.89. ولا عندهم دي كواليتي تاع البن هنا، هذه كيف كيف فيها 10 دير 4.25. نقدر ندي واحدة صغيرة برك. كاين تاني من تحت كامبورس فيها دوس. هذه هنا 1.39 الكليب كيما راكم تشوفوا دو لوتر. هذه لوتر دير 2.00. وكاين فيها ان لوتر دير 1.15. الحليب والسخونة تاعو هذا دير 1.25. هذه الكونقة 1.87.500 غرام دير 7.79. هذه هنا الكحلة كيف كيف المامبري، هذه دير 1.99. نروحو للنسكافيه نورمال لي مولفين، هذه من تحت 250 غرام دير 1.99. نسكافيه الجولد 3.52. هذه فيها نورمال 2 لتر، هاي 2 لتر دير 7.99. هاذي 1 لتر دير 4.69. وحدة لتري تاعها هاذي هنا 2 لتر 4.90. كيما تشوفو الأناناس 1.67. هاذي لي فيها تانية لي كومبوت 1.28. هذا مكروني ناتورال 24 اسباغيتي 0.5.
ديزنا هذا المارو تاع شعر اوري ديزنا اللي لما نحكي هذه من فيها البيض الداخل اوري ديزنا هذا البيني كتفونا ديزنا هذا المارو شعر كيف كيف مقارن الشعر اوري كتفونا ديزنا Thank you.